السلام عليكم. فيديو اليوم يتعلق بالمشاهير والسمنة. مرض السمنة معقد، تزيد فيه كمية الدهون الجسم زيادة مفرطة. السمنة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي، بل إنه مشكل طبي تزيد مع عوامل خطر للإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان. هناك العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبات في إنقاص الوزن ويلجؤون إلى عمليات التجميل. المشاهير اللي اختاريتهم في هذا الفيديو، العامل المشترك اللي بيناتهم الكوميديا والابتسامة اللي كتطلع على وجههم رغم السمنة، ومتصالحين مع نفسهم. لولا الأمراض اللي حكيت عليها ما غاديش يلتجئوا لعمليات التجميل أو الجيم أو شفط الدهون. هناك العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن. تنتج السمنة عادة على عوامل وراثية وبيئية، بالإضافة إلى اختيار النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.